المغرب دولة كبيرة. أوا المغرب حضارة كبيرة. المغرب معروف بالكرم حسن الضيافة والطيب الكبير. المغرب تعتبر المهاجرين اللي غادي تصور الوضعية ديالهم العائلة. أيوا بس حسن العائلة المغرب غادي يحمل لهم واحد الحاجة كبيرة جدا. لأن خصكم تعرفوا واحد القضية الناس هادو كانوا غادي يهابروا بحياتهم، كانوا غادي يقطعوا البحر في فلوكات، والعديد منهم لما تيقطع البحر راه تيموت في البحر. المغرب راه نقذ الحياة ديال هاد الناس هادو، قال لهم عوض ما تموتوا في البحر وياكلوكم الحوت، اجيو المغرب تيوفر لكم تيعطيكم هاد الإمكانية باش تحققوا واحد الحلم ديالكم. اللي عليكم أنكم تشتغلوا، أنكم تندمجوا، أنكم تعطيو لهاد البلاد كيف هاد البلاد عطاتكم.